ونازحين من بلدنا نازحين طالعين من ضيعتنا طالعين مشينا وتركنا البيوت يمكن على الطريق نموت. يعني هل انتم من وين؟ من الأطمي. من هون. طب شو السبب انه عم بتقولوا طالعين وهيك والناس نزحت وهي شو السبب؟ من الطيران اللي عم يضرب علينا والحواجز. الحمد لله هلا شالوا الحواجز كلياتهم، هلا ما ضل غير الطيران الحمد لله، يعني الحمد لله على كل شيء. الطيران عم يخصف المناطق هي اللي كان فيها اللي ضل فيها مدنيه؟ ايه. طب شو السبب عم يخصف المدنيه؟ وهو معاركه مع والله هو هيك تبلع بيضرب الطير اللي اسمه المدنيه. طب في ناس عم بتموت من سبب القصف؟ ايه في كثير عم طعنة واموات وجرحى كثير في. طب انت عم بتروح على مدرسه كذا عم تعيش حياتك الطبيعيه؟ لا ضل هالمدرسه دمروها كنت عم بدرس فيها. هي مدرستك؟ ايه. وكان صفك هون؟ ايه. طب هلا هي المدرسه ليش ضربوها؟ الطيران هيك تبلي عم بقول لك تبلي كان عم بدرسوا فيها من غير سبب؟ من غير سبب. طب شو التغيرات اللي صارت في اطار يعني اليومين؟ الحواجز هل قلتنا هلاك والحواجز؟ نعم. مع الطيران عنقوده براميل كله شغال علينا. حواجز لمين هي؟ حواجز النظام. من النظام الاسد. نعم. كانوا يضربونا من حاجز صوران من حواجز حوالي المدينه هون. لا. كان يجيكم القصف من قبل النظام عليكم؟ يعني داري راحت كلها داري راحت انا ساكن دار غيري هلا. بيتك دمر؟ دمر على الاخير. تمام. طب شو السبب كان يخصف النظام هي المناطق؟ الضغط على 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 السوار. الضغط على السوار يا اخي. طب كان الشعبيه تبعهم يضرب الحضن الشعبيه تبعهم كان يقتل مدنيين؟ قتل كثير كل يوم قتل واحد يوم جرح واحد حسب اللي يضربوا. طيب شو اللي صار في هاليومين هذول يعني شو الحمد لله الحواجز انشالت تحررت نزحوا جماعه الطيبين نزحوا النظام من قصف الطيران. ضربوا حاجز المساس سيارات مدنيين هون في سياره انتر فيها 15 بني ادم كلهم انحرقوا. Thank you.